بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب؟ اهلا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات الخاصة ببرمجة Network Packet Sniffer. طيب احنا في الفيديو اللي فات وصلنا لان احنا نقدر عرفنا ان ازاي نقدر نصنف الباكتس من البروتوكول بتاعها اللي بيشتغل على التي سي بي واليو دي بي والاي سي ام بي وهكذا. في الفيديو دوت بقى او في الفيديوهات اللي جايه في الفيديو والفيديوهات اللي جايه هنبدا نستخرج المعلومات. التي سي بي واليو دي بي نفس المعلومات بالظبط اللي اقدر استخرجها منهم، يعني الباكت التي سي بي او الباكت اليو دي بي فيهم نفس المعلومات، فالحاجه اللي هتشتغل على التي سي بي هي الحاجه اللي هتشتغل على اليو دي بي. طيب بالنسبه للبروتوكول الاي سي ام بي، مش كل حاجه في اليو دي بي والتي سي بي هتشتغل عليه، هو في حاجات مشتركة ما بينهم وفي حاجات لا. فعلشان كده هنشتغل في الأول على البروتوكول الداتا اللي نقدر أو المعلومات اللي نقدر نستخرجها من بروتوكول التي سي بي واليو دي بي. بعد كده هنبقى نشتغل نبقى نعملها أو نخليها لوحدها، أو في الآخر خالص نبقى نخلي المعلومات اللي نقدر نطلعها من البروتوكول الأي سي إم بي. هي في الغالب هي نفس المعلومات ما عدا معلومة واحدة بس اللي مش هتبقى موجودة في الـ اي سي ام بي، وهي معلومة البورت، هي راح خارجة من برج من بورت ايه وراح البورت ايه. تمام، دي المعلومة الوحيدة اللي مش موجودة في الـ اي سي ام بي، انما الباقي نفس المعلومات. ولكن الـ اي سي ام بي عشان اقدر اوريه لكم واطبع لكم المعلومات اللي فيه لازم كل شوية افتح تيرمينال واعمل بينج، او اجي من الجهاز التاني اعمل بينج وهكذا. فاحنا هنخليها في الاخر خالص يعني. تمام، نبدأ بسم الله. عشان نعرف الداتا دي من انه باكت او من انه نوع واحنا بنطبعها، بقى نخلي علامه البرنت. اول حاجه نقدر نستخرجها من الباكت بتاعتنا، طبعا بعد ما نعمل تشيك هي من انه بروتوكول، هي بتنتمي لانه بروتوكول تي سي بي او يو دي بي او اي سي ام بي لما نجيله. بعد ما نعمل تشيك على نوع البروتوكول هنيجي جواها، او يعني بعد ما نعمل تشيك ممكن نقدر نتبع بقى الداتا او المعلومات اللي هنشوفها دلوقتي. اول حاجه نقدر نستخرجها وهي الاي بي. انا في الباكت بيبقى عندي 2 اي بي، او بقدر استخرج 2 اي بي. اول حاجه اسمها السورس اي بي. ايه هو السورس اي بي دوت؟ السورس اي بي دوت يعني الباكت ديت خارجه او جايه لي، لو هي جايه لنا يعني الباكت ديت جايالي من جهاز اللي الاي بي بتاعه ايه. تمام، يعني مثلا يعني لو في باكت عندي في الشبكه وانا قدرت اسنف او كابتشر يعني الداتا ديت، الداتا دي فيها 2 اي بي. اول اي بي من ما اول اي بي موجود هو حاجه اسمها السورس اي بي. السورس اي بي معناها ان الجهاز اللي بعت لي الباكت دوت او الجهاز اللي بعت الباكت ديت الاي بي بتاعه ايه. تمام، علشان اقدر استخرج السورس اي بي هاجي هنا اقول له الباكت اللي هو الارجيومنت اللي خد اللي جه اللي بتاخده داله الانالايزر اللي بيبعته لنا داله السنيف. تمام، اقول له باكت دوت، او مش ده مش باكت دوت، اسف باكت، وهتفتح سكوير براكتس او هتفتح اللي هو القوس اللي على شكل مربع دوت. تمام، وجواه هتكتب كلمه اي بي كابيتال كده، وهتقول له دوت سورس بره الكوس، هتقول له دوت سورس. طيب يبقى ده كده كان اول اي بي موجود. طب الاي بي التاني ايه؟ يعني احنا قلنا في 2 اي بي، السورس اي بي. طيب ايه بقى الاي بي التاني؟ الاي بي التاني بيكون حاجه اسمها الديستنيشن بور، الديستنيشن اي بي. الديستنيشن اي بي المقصود هو الاي بي اللي انا اللي الباكت ديت هتروح له. يبقى السورس اي بي يعني الاي بي اللي الاي بي بتاع الجهاز اللي بعت الباكت، انما الديستنيشن اي بي هو الاي بي بتاع الجهاز اللي الباكت ديت هتروح له. تمام، نفرق ما بينهم. السورس يعني الداتا، يعني الاي بي الاي بي بتاع الجهاز اللي بعت الباكت، انما الديستنيشن الاي بي بتاع الجهاز اللي هيستلم الباكت. تمام، طب استخرج ازاي الديستنيشن اي بي دوت؟ نعمل لنا فاريبل اسم ديست سكور اي بي هيساوي نفس اللي فوق بالظبط، هقول له باكت واعمل القوسين دولت على شكل سكوير براكت او شكل مربع، واكتب جواهم اي بي كابيتال واقول له دوت دي اس تي اختصار للديستنيشن. تمام، ده اللي بقى نعمل لهم
print. Source school ID. عشان نعرف ده IP source ولا destination. مثلا source dash IP زائد زيها ستبقى destination. طيب دي كده هتطبع في حالة انه لقى لو لقى باكت بتشتغل ببروتوكول تي سي بي. طب تعالوا نخليها كمان هي برضو يعني يطبع لنا نفس الحاجة لو لقاها في اليو دي بي، نمسح دي على تي سي بي. ممكن يعرف ان يفرق ما بينهم كده يعني بشكل نظامي احسن عشان نعرف بس نفرق ما بين كل باكت والتانية. نعمل ايه؟ نحط كده واحد في الاخر هنا. نعمل رن. بسم الله. مستنيين يقول ان هو اشتغل. تمام. اشتغل اهوت ولقط باكت يو دي بي. قال لي السورس اي بي هي خارجه من الاي بي دوت، وده اي بي الراوتر، وده الديستنيشن اي بي او دوت الاي بي بتاع الحاجه اللي هي الحاله، ودوت اي بي اللي هو البودكاست يعني بيعمل بودكاست. تعالوا مثلا نعمل ريفرش للصفحه دي، هنلاقي ريكوستات، هنلاقي باكتس هنا اقدر يسنفها دي. نوقفها ونبص فيها. يو دي بي برضه يو دي بي من الراوتر للجهاز بتاعي. تمام. هنا مثلا تي سي بي باكت اهي، تي سي بي باكت خارجه من جهازي انا. انا جهازي اهو، الاي بي بتاعي انا اهو، او الاي بي الانترنال بتاع جهازي. السورس بقى السورس الباكت خارجه من جهازي انا الاي بي بتاعي، وراحه للديستنيشن. الديستنيشن بتاعها اللي هو الموقع اللي انا كنت فاتحه اللي انا عملت له ريفريش. تمام. وهنا بس هنا العمليه اتعكست، هنا الباكت ديت جات لي من الموقع، الموقع هو اللي بعتها وجايه لي انا. تمام. احنا شفناها كده اشتغلت في اليو دي بي وفي التي سي بي وفي اليو دي بي برضه، بس في اليو دي بي في الغالب تبقى حاجات بتشتغل يعني حاجات تبع الراوتر، مش بابليك. تمام. طب تعالوا نحسن الشكل دوت. احنا مش قلنا ان السورس اي بي والديستنيشن اي بي هي معلومه بتبقى موجوده في الباكت، سواء هي تي سي بي او يو دي بي، صح؟ خليها في الاخر نبقى نعمل التراب ديت. يعني كان في حركه كده، بدل ما كنا نخزنها مرتين هنا، لا كنا نخزنها مره واحده ونبقى نطبعها في الاثنين، بس خليها قدام خالص عشان هيطلع لنا مشكله لو الباكت ديت مش تي سي بي او يو دي بي. خليها في الاخر. احنا قدرنا كده نخرج الاي بي، الاي بي السورس اي بي والديستنيشن اي بي. طيب في معلومه تانية اقدر استخرجها؟ في معلومه تانية تقدر تستخرجها. ايه هي؟ تقدر تستخرج الماك ادرس. تقدر تستخرج الماك ادرس، والماك ادرس بيبقى في الباكت فيه اتنين، بيبقى فيه برضو اتنين ماك ادرس، ماك ادرس للسورس وماك ادرس للديستنيشن. ماك ادرس السورس يعني الماك ادرس بتاع الجهاز اللي الباكت ديت جايه منه، او اللي هو اللي بعت الباكت. والماك وبقى في ماك ادرس بتاع الديستنيشن، وديت بتبقى الماك ادرس بتاع الجهاز اللي الباكت ديت هتروح له، او بتاعت الجهاز المفروض يستلم الباكت ديت. تمام. طب اقدر استخرجه ازاي؟ نعمل هنا ايه، خدنا مثلا ماك سكول ديست السورس الاول، هتساب هقول له باكت دوت باكت دوت سورس على طول كده، باكت دوت سورس كده هيجيب لي هنا الماك ادرس بتاع السورس. انا اقول له ماك اندرسكور ديست بيساوي باكت دوت ديست، كده هيجيب لي. ممكن نفصل ما بينهم كده، ايه
يبقى هنا خزنت السورس ماك الماك ادرس بتاع السورس والماك ادرس بتاع الديستنيشن وهنطبعها. نقول نفس الكلام هنا نعمل كوبي ونعمل هنا تحت برينت على طول. اهو الكلمة بتاعت التصوير راحت. نعمل run نعمل clear هنا الأول كده نعمل run كده المفروض إن هو هيطبع لي ال كده اشتغلت اهي. المفروض هيطبع لي ال الماك ادرس بتاع السورس والديستنيشن والاي بي بتاع السورس والديستنيشن. في ملحوظة بقى هوريهالكوا بس أول لما نلود باكج نعمل run نعمل refresh. في خطأ قال لي ماك ديف انا في 31 هنا تلاقي هنا كمان clear run اشتغل تمام. نوقف عشان نقدر نبص بقى على الباكتس. نبدا من اول فوق. اول حاجه لقى عندي تي سي بي باكيت دوت الاي بي بتاعها ده الاي بي بتاعنا تمام بتاع جهازي ودوت اي بي الموقع. بعد كده السورس اي بي السورس ماك ده السورس ماك المفروض اللي هو بتاع جهازي ودوت الديستنيشن ماك ولكن دوت مش الماك ادرس بتاع الموقع يعني ده مش الماك ادرس بتاع السيرفر بتاع الموقع لا ده الماك ادرس بتاع الراوتر. ايه ده طب هو مش مفروض يجيب لي الماك ادرس بتاع الموقع؟ لا مش المفروض يجيب لك الماك ادرس بتاع الموقع. ليه؟ لان الباكت او الموقع دوت الموقع دوت بابليك انما انا علشان الباكت بتاعتي تتنقل من جهازي لحد الموقع بتعدي على الراوتر في بتعدي على الراوتر في النص. فعلشان كده الداتا الباكت لما لقاها حط لي الديستنيشن ماك الديستنيشن ماك بتاعتها الماك بتاع الراوتر ان هو هيبعت الباكت ديت للراوتر هو هيبعت الباكت ديت للراوتر والراوتر بعد كده بقى هو يتصرف ويبعتها للسيرفر او للموقع. وكذلك لما جاي استلم هنا لما جاي استلم هنا كان السورس ماك او اللي باعت لي الباكت ديت كان الراوتر رغم انه مش اي بي الراوتر هو الاي بي لا هو اي بي الموقع انما الماك لا الماك هنا هو الماك ادرس بتاع الراوتر لان الباكت اللي جات لي كان اللي بعتها لي الجهاز اللي بعتها لي هو الراوتر تمام. هي الموقع لما بعت الريسبونس الريسبونس ده جه الاول على الراوتر بعد كده جه على جهاز فكان في ما بيننا وما بيني وما بين الموقع كان في الراوتر فبالتالي لما الباكت جت راحت على الراوتر الاول والراوتر هو اللي بعتها لي ولكن الاي بي السورس الاصلي كان الموقع اللي هو ده الاي بي بتاعه ولكن الماك ادرس هنا سجله لي بماك ادرس الراوتر وده الماك ادرس بتاع جهازي. طب وهنا برده في اليو دي بي هتلاقي نفس الكلام. في حاجه في بس دي هتشوفها في الاي سي ام بي لو الجهاز او يعني مش شرط في اي سي ام بي ولكن لو في باكت ما بين جهازين مع بعض في نفس الشبكه لو في باكت ما بين جهازين مع بعض في نفس الشبكه يعني انا مثلا جهازي اهو وجهاز تاني لو احنا الجهازين دول في باكت بنبعتها لبعض هيظهر لي ساعتها مش هيظهر لي الماك ادرس بتاع الراوتر لا ساعتها هيظهر لي الماك ادرس بتاع الجهاز اللي انا ببعت له او بستلم منه الباكت تمام.
يبقى مدام الجهاز دوت معايا في نفس الشبكة هيطبع لي الماك ادرس بتاعه، لكن لو الجهاز دوت مش معايا في نفس الشبكة ساعتها هيطبع لي الماك ادرس بتاع الراوتر. طيب كفاية كده ربع ساعة، نكمل الفيديو الجاي. خلال الفيديو الجاي، شكرا ليكم شباب، واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد.